نتكلم على الكلام اللي قاله كابتن عادل عبد الرحمن. بس انا عايز اتكلم معاك واقول لك على حاجه معينه انا عشرتها معاك وانت بتلعب جنبنا. انت من ضمن اللعيبه اللي بتغل قوي في التدريب، ومن ضمن اللعيبه اللي يبدو عليك كده خارج الملعب انك عصبي قوي، ولكن انا يعني يمكن لعبت معاك تقريبا 4 أو 5 مباريات اهلي وزمالك، وفي مباريات صعبه كتير جدا انا لعبتها معاك برضو. انت بسم الله ما شاء الله من اللعيبه اللي بتمتاز بالهدوء جوه الملعب حتى اخر ثانيه في المباراه، وعندك ثبات انفعالي غريب جدا 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 في الماتشات اللي هي بتبقى صعبه جدا، وخصوصا مباريات القمه اللي انت كنت طالما بتجيد فيها. ده خبره ولا دي مش من سماتك الشخصيه؟ يعني انت بره الملعب احيانا بتفضل عصبي جدا، ولكن في المباريات الصعبه انت يمكن بتدينا الاحساس ان احنا ممكن نكسب في اي وقت، ان انت لازم ما تبقاش عصبي، لازم ما تبقاش مرتبك، ما تاثرش عليك نتيجه المباراه، ما تاثرش عليك الحاله اللي انت فيها دلوقتي، لا احنا لحد اخر لحظه بنلعب وفي امل ان احنا نكسب. كنت انت بتبقى هادي جدا، ما اعرفش ايه السبب يعني. لا هو لا انت بتقول هي مش في شخصيتي، لا هي شخصيتي الاساسيه هي الهدوء، لكن احيانا بتحول للعصبيه يعني احيانا بره الملعب كمان. انا الاساس طبيعتي فيها هدوء، بس احيانا ببقى عصبي في الملعب من كتر بقى المباريات، بالتدريب، بتهيئه نفسي قبل الماتش. لازم الواحد يدي ثقة لنفسه وتركيز، وبعدين المباريات الكبيرة بالذات كل ما بتبقى فيها هادي وعندك ثقة بتلاقي نفسك الأمور متسهلة. كل ما أنت بتبقى متوتر وعصبي ومستعجل بتلاقي الأمور بتبقى أصعب وتتعقد وتحس إن زمن المباراة مثلا يبقى ناقص 5 دقايق، تفتكر إن دولت زمن قصير مع إن هو زمن طويل. يمكن أحيانا إحنا كنا بنتكلم مع بعض في الملعب لما بنبقى مغلوبين أو كده إن نلعب بطريقة معينة، إن ما نخرجش من الأسلوب اللي إحنا بنلعب بيه، لغاية لما ماتشات كتيرة جدا وكلنا في تاريخنا عارفين كده بنكسبها، وناس بتستغرب النادي الاهلي بيكسب ليه في الوقت الاخير من الوقت الضايع، يمكن بعد كمان يعني. انا واحد صاحبي زملكاوي كان يقول لي حاجه، انا مش هطمن انتوا خسرتوا او تعادلتوا الا غير لما الحكم يصفر واطفي التلفزيون وبعد كده. ودي حقيقه والله بجد، دي حقيقه في كل الاجيال، في كل الاجيال من اللي احنا اتفرجنا عليهم في السبعينات وبعد كده عاشرناهم وبعد كده والثمانينات والتسعينات لما لعبنا ولغايه اجيال اسامه وبعديها وحتى هذه اللحظه سنه بحالها. فده من ال 79 دي بنكسب في الدقيقه 89 90 سنه بحالها، يعني نص راوند كده بنكسب في اخر. كابتن شريف انت عارف انت يعني كل واحد بحكم تجربته مع فرق كتيره لما تيجي تقول لهم الكلام دوت، في ناس بترمي الفوطه ولسه مثلا على الماتش تلت ساعه و25 دقيقه بيحس انه جه في جون او جونين بيفتكر ان المباراه خلص. فرق امكانيات كمان، فدي برضو نابعه من ثقه، نابعه من الهدوء، نابعه من الاصرار اللي احنا متربيين عليه. فكل الحاجات دي طبعا بشخصيه النادي. بص يا كابتن اسامه، ايوه الجول ده انت ما شفتنيش فيه. لا شفت، صح شفتني؟ طب رجع ليه وفي حد يجيب جون من الحته دي؟ شاف الاوفر. بص لا 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 رجع، انا عايز المخرج يرجعها. انت بصيت على نبيل محمود. لا بص بس يا هو بيديها لك عشان انت تبصيها. بص استنى، بص هو جري قد ايه؟ لا لا هو جري كتير جدا، مسافه كبيره جدا. بص 40 متر. لا بص الباصه يا كابتن شريف قبل الرفع، انت باصص عليا من قبلها. لا بص فعلا، ايوه صح صح. ده بقى السؤال، سيبك وانت مديها له وحطها في الجون. لا والله يبصيها. هل ضحك علينا كلنا. انت المفروض عارف كان يعمل ايه الكابتن ايمن، يرجعها للي ورا جاي ايا كان. ده لازم يحضر لواحد تاني، لكن هو عارف امكانياتي. هو عارف. بص بقى نرجع ماتشات